رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكيو عن النادي صفاقس. البارح كان فسخ تعاقده مع اللاعب جاسم الحمدوي، موجود معنا بالتليفون باش نحكيو معاه اكثر تفاصيل على فسخ التعاقد هذا. جاسم اهلا بيك. عسلام اخويا سلام، لاباس خويا، شنو احوالك؟ شنو الامور؟ مرحبا بكل المشاهدين خويا. مرحبا، شنو احوالك؟ صافا جاسم؟ والله لاباس الحمد لله. عاش خويا الغالي، الحمد لله. باهي، مفاجئ شويه كان فسخ تعاقدك مع السي اس اس جاسم، والا كان متوقع؟ فهمنا الوضعيه بالضبط شنو. والله انا الكونترا سلام خويا يوفى فان سيزون هذيا في جوان، تفاهمت معاهم، خرجنا بالتراضي، تفاهمت معاهم بالتراضي، كاو فسخت على روحي وخرجت كاو. رغبة كانت منك انت ولا من هم ولا متبادلة؟ كيفاش بالضبط؟ والله من الاول بدات مني انا، وانا نسال فلوس يعني كل شيء في الجمعية، كاو يعني بدات مني انا، حكيت معاهم من بعد لقيتهم هما يعني ماهمش كونتر الحاجة كهذه، كاو يعني خاطر انا فهمت كونترا ونسال فلوس وواحد تفهمنا خويا بالتراضي، مشيت على روحي. انت مقدم شكايه؟ شكيت انا نزاع في السيف وقعدة جاية شكايه وكل شيء، وكاو يعني تنزلت على كل شيء انا وخرجت. معناها تنزلت عليها، سحبت هالشكايه هكا نفهمها؟ اي تنزلت على الشكايه، تنزلت على كل شيء، على المبلغ حقي، على المبلغ كيف كيف قديش نجم نعرفوا قديش؟ والله المبلغ مش نقول لك قديش، ما نجمش نقول لك سلام. علاش علاش ما هو السر معناها في فلوسك هذوما خليتهم من السي اس اس؟ معناها ما هو السر لاعبين كنت تقول كوزين انتر بنيانا بالحق والنادي غادي صفاقسي، نحترمهم فهمت كيفاش، نحترم الجمعيه، ما نجمش نقول لك يعني المبلغ قديش واحد، اما يعني فهمنا بالتراضي مشيت على روحي. فما باهي، فما شي 200 مليون هاكا نيغوسي معاك تاع باهي مش مشكلة مش مشكلة باهي. دونك مادام حاب، مادام خليت فلوس نفهموا فما عروض، معناها عندك حاجات اخرين؟ والله صحيح يعني فما دي زوفر، انا ديجا روحت لدارنا تو في بنصرت، رتح مخي شوية تروا كاجور، وفما دي زوفر يعني وبيسهل فيه الخير وكاو. من تونس ولا من برا دي زوفر؟ والله فما من تونس فما من برا يعني، وين انا باش نلقى راحتي ونلقى يعني بروجي سبورتيف كوره وكل شيء وفلوس وواحد، ونمشي على روحي وان شاء الله ربي يسهل لي في حاجه ما فيها الخير ان شاء الله. في تونس قاعده تحكي برشا على الكلوب. والله صحيح يعني ديجا انا حتى من قبل ما نفسخ الناس كل تكلم فيا على كلوب افريكا وعلى كل شيء، صار يعني كونتاكت قبل مش تويكا، صار كونتاكت بيني انا والكوتش، نقدم له تحيه منتصر الوحيشي، صار كونتاكت يعني في الميركاتو اللي فات، وكاو يعني بور لو مومون لحد الان الوقت الحالي ما فما شيء يعني اوفيسيال، وان شاء الله ربي سهل يعني كاو. معناها ما جاكش حتى اتصال رسمي في الميركاتو هذا، ما عند من هيئة الكلوب شكون ولا منتصر الوحيشي ولا حد، ما كلمك حد في الميركاتو هذا؟ لا لا بور لو مومون ما عندي حتى تليفون يعني اوفيسيال، وما عنديش حتى حاجة يعني. الموسم الماضي كانت لك تجربة ناجحة في الجيش، تنجم تعاود تكمل معاهم سيزون سنة ولا صعيب شوي؟ والله عندي يعني صحيح عملت 6 شهور في الجيش يعني من احسن فترات الكره اللي عديتهم في حياتي، عيشه باهيه غادي وتفهمت معاهم وجوي باهي، ما نعرفش يعني ما تعرفش على الكوره اخويا، نجم نرجع للسنين، نجم نخرج برا، نجم والله الله اعلم. كل ما مو سلام خويا ما زلت يعني ما حطيتش الريحه علوي. اي فما كونتاكت نتصور يحبوا عليك، كلموك محمد علي العلوي؟ فما صحيح كلمني سي محمد علي وحكيت انا وياه، انا سي محمد علي العلوي يعني ماهيش علاقه نتاع رئيس ولاعب يعني، انا وياه خويا الكبير هيك اصحاب يعني نحكيو، حتى مش قبل ما نخرج من السي اس اس ديما نتكلموا بالتليفون يعني يفهم برشا كوره جاسم، ها سلموا عليه. يفهم برشا كوره خويا، ونقدموا له التحيه، ووقت شوف يعني انت جمعيه كيما مستقبل رياضي بالجيش كيفاش تقدم بها هو كيكا يعني حاجه كبيره اللي هو وتقيد له في البارماريس نتاعو. سينو نجمو تخمم كيف كيف في الخليج، فلوس كوتي فلوس؟ والله انا قلت لك انا مش يعني نخمم في الفلوس هكا، هو نخمم في الفلوس وفي البروجي سبورتيف، ما زلت صغير سلام، عمري 25 سنه كملت عندي تو ديسمان. اي كل عام وانت بخير. عاش خويا، عاش كربي فضلك، ما زلت صغير نخمم في الفلوس، نخمم في البروجي سبورتيف ان شاء الله.
ان شاء الله خسرت برشا وقت جاسم في وقت من الاوقات كنت في المنتخب، علاش ما نجحتش برشا التجربه مع السي اس اس؟ توقع انك تاخذ بالي اخر. والله صحيح، يعني مشيت للسي اس اس تو عندي 4 سنين، تعديت بريود باهيه وتعديت بريود خايبه لغالب. صحيح مشيت المنتخب لعبت تصفيات كوب افريق، يعني لغالب فما برشا ظروف صارت ما نجمش نحكي فيهم لغالب. هذيك الكوره في تونس، هذيك الجوار مره الفوق مره اللوطه، لازم واحد يعرف كيفاش يلقف روحه، والحمد لله يعني لاباس، والحمد لله يعني ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. انت قلت لي في بنزرت تنتصور تحن جماعه كلهم من السي ابي، شفتوا الوضعيه هذه صعيبه شويه، بنزرتي يحبوا برشا جمعيتهم، تنجم فما كلمه على وضعيه السي ابي اليوم؟ بيان سور سي ابي يعني ديما تقعد في القلب هذيك الجمعية خويا، ونتبعها حتى نبطل الكورة ديما يعني مع السيابية، ديما ندز حتى بالكلمة الباهية بنشجع يعني، وإن شاء الله يعني تشوف يعني السيابية. صحيح الوضعية نتاعها ماهيش كاتاستروفيك يعني، باش تشوف الترتيب انت وتشوف لا، المستويات اللي عملوهم، رياضيا محترمة جدا، لكن رياضيا محترمة جدا، ماليا ماديا وماديا صعيبة برشا الوضعية. صحيح صعيبة شوية. إن شاء الله يعني يقوموا رجال النادي الرياضي بنزرتي ويلتفوا لجمعيتهم، ويعني إن شاء الله السنة تكمل تعمل فان سيزون باهية إن شاء الله. نجم نشوفوك معاهم على الأقل 6 شهور هذا، ما صعيب شوي. والله فور لو مومون إن شاء الله إن شاء الله خويا، أنا مانيش كونتر جمعيتي، كان اتصلوا بيا وتفهمنا في كل شيء، واحد مانيش كونتر، إن شاء الله نعمل معاهم 6 شهور باهيين إن شاء الله. فما كلام هكا شوية. والله بور لو مومون ما فما شيء واضح. صدق، يعني حتى نتقابلوا اني في بنزرت نتقابل معاهم نشوفهم، يعني ما فماش حتى كلام بتاع رجوع ولا حاجه، يعني نحكيو في حاجات اخرى يعني. ما بتعرف سلام، الواحد يخرج من التيران ويخرج من الواحد ديما ماذا بيه يحكي بحكايات اخرى مش الكوره، يعني ينسى شوي وكذا. صحيح. باهي، حبيت تعطيني شيء اليوم على الأقل، وقتاش نعرف الوجهة القادمة؟ نهارين ثلاثة شنو؟ ولا مازال مش نهارين واضح؟ ثلاثة أخويا إن شاء الله تتصل بي أخويا ونعطيك جديد. صح إن شاء الله، إن شاء يعطيك الله. الصحة، شكرا ليك جاسم الحمدوني، بالتوفيق إن شاء الله ليك في بقية مسيرتك وزاد صغير كما قلت أنت. ياتي أخويا للناس الكل. هكا كان معنا جاسم الحمدوني بعد